أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الحوارية وضيفتنا الرائعة. هو عمل مخزون محفوظ لكتاب الله من حفظ ومدارسة وتدبره عن طريق روابط وأفكار رئيسية والتعامل مع القرآن حسب الأجزاء تارة والسورة تارة لبناء الجيل الفريد إن شاء الله، والوصول إلى أعلى درجة صحبة القرآن حفظا وفهما ومدارسة وتطبيقا ودعوة إلى الله عز وجل. ضيفتنا اليوم ببيتكم عامر، الأستاذة فراس البرغوتي أم مصعب، أهلا وسهلا فيكي. وحضرتك بكالوريوس محاسبة من جامعة دمشق، وعملتي حتى عام 2015 مدير مالي، حصلتي على السند الغيبي في عام 2016 معلمات حفظ قرآن في مراكز القرآن ومحاسبة. ما شاء الله خليط جميل، يعطيكي ألف عافية ويجزيكي كل خير. ويعني أعتقد أنه العملين يكملوا بعضهم، القرآن والمحاسبة. والمحاسبة هي محاسبة بشتى الأنواع، يعني يمكن ليست فقط في الأرقام ومحاسبة النفس وما أجملها. أهلا وسهلا فيك أم مصعب، نورتينا بيتك. أهلا عامر، فيكم. أهلا فيكم. وأنا كمان كثير مبسوطة أني أنا جيت معكم، سبحان الله، يعني الصدفة وبسرعة صارت، ويعني أنا ما تخيلت أنه ممكن أعمل لقاء تلفزيوني، بس إن شاء الله تعالى أنه يكون في الآخر يوصل اللي أنا جواي أو اللي أنا حاب يوصل لكل الناس بإذن الله تعالى. نعم، يعني ست فراس أم مصعب، الأقدار دائما سبحان الله بتسوق الإنسان يعني علم ما في قلوبهم، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب وبناء عليه يسهل وييسر، وإذا صدق الإنسان رب العالمين ييسر له الأمور حتى يصل إلى هدفه. وأنت أم وعندك فتاة وشاب، وأكيد ربيتيهم أحسن تربية، لكن لم يتوقف المسير إلى هنا. عم تحكي في مشروعك اللي هو فاستمع لما يوحى، إنه لبناء جيل قرآني ذو رؤية متجددة للقرآن تستند للأصول وبيتحقق فيه التكامل المنشود، قوة في الفكر وقوة في الروح وقوة في الجسد. ما أحلى هالكلام، كلام قوي ما شاء الله. كيف بدك تحققيه من خلال مشروع فاستمع لما يوحى؟ هو أنا بس عشان نوضح، أنا عندي هو المشروع عبارة عن جزئين. فاستمع لما يوحى هو حفظ جديد، إنه أنا يعني بتكون الطالبة ما بتمش حافظة معي، لكن أنا بحاول أحفظها. ودائما عادة الناس لما بتحفظ قرآن بتحاول تمشي سريع أو بتحاول تمشي أرباع، يعني بهمها يعني كأنه إحنا في مسابقة. لا، مش هون الهدف. أنا بهمني، ما بهمني الكم بقدر ما بهمني النوعية، إنك تكون فاهمة. أنا بهمني إنك تفكفكي هاي الآيات، تفهمي آية شو معناها، شو أنا بقدر أطبق فيها. كل لأنه أنا هون لما أنا بفهم بصير عندي التثبيت أقوى، بصير في عندي التخيل. أيوة، أنا عم بتخيل الآيات وأنا عم بفكفكها ومنحاول نجمعها. وزي ما أقول دائما، إحنا حفظنا حفظ الصحابة اللي كانوا يحفظوا 10 آيات، بس إحنا مش 10 طبعا، يعني صفحة ونص، 10 آيات ويفهموها ويعني ويعملوا فيها ويتدبروها. فأنا بحب هذا، هو الحفظ، هو رؤية فاستمع لما يوحى. أنا ما بهمني أطلع سي دي أو ريكورد، هو يعني بردد كلام الله، يعني القرآن الكريم، من غير فهم من غير وعي. أنا ما بدي هيك، يعني أنا بدي ناس فاهمة حافظة عارفة دورها كمان. يعني إحنا لو جينا فكرنا، يعني سيدنا عمر بن الخطاب أو كل الصحابة قبل القرآن، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد، شو كان التغيير في حياته؟ فقط القرآن، يعني القرآن بس. احنا كيف احنا التلقي، احنا بنفرق عنهم فقط في طريقة انه انا كيف اتلقى القرآن وكيف يكون هو عنصر التغيير اللي انا بعتبره اللي هو المشروع الرئيسي ومعجزة التغيير. زي ما حكى محمد إقبال، القرآن ليس كأي كتاب، القرآن يستطيع أن يغير العالم، هو منهج حياة إجمالاً. لا، لأنه يغير الإنسان طبعاً. القرآن كان ميلاد إنسان، يعني بعيد عن العنصرية، عن كل شيء، اللي هو ميزان التقوى. فأنا هذا اللي بيهمني، إنه كيف الحافظة سواء كانت بتثبت قرآن أو بتحفظ معي حفظ جديد، في مرونة بالحفظ، ما يكون هيك. يعني عارف إحنا كيف الحفظ عندنا بلوكات هيك، يعني مجرد ريكورد وسريع. لا، أنا ما بدي هيك. يعني لما سئلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقطع القراءة حرفا حرف ويقف على رؤوس الآيات. بتعرف شو هالقراءة؟ قراءة واحد هيك عارف بيتأمل يتلذذ بالآيات. كيف أنا ساعات ممكن أردد كلمة أو هيك مقطع معين، وأنا هيك كل ما بسمعه وبردده أنا عم بستشعر. إحنا هذا اللي بدنا إياه، بدنا روح القرآن، بدنا ميلاد القرآن، بدنا ميلاد الإنسان الحقيقي اللي قادر إنه يغير ويحمل هاي الراية
وما يكون مجرد فقط إنسان حافظ وخلص وبيقرأ صفحات من القرآن من غير وعي من غير معنى. من طب هلا لما تجيكي صبية تقول لك إنه أنا بدي أبلش أقرأ قرآن مش حافظة شيء، كيف بتبلشي معها؟ كيف بتشجعيها؟ شو مثلا في نقاط معينة بتركزي عليها حتى يعني تستمر؟ لأنه بتشوفي كتير صبايا ببلشوا عندهم اندفاعية وما شاء الله بدهم، وبعد هيك ببلش الانسحاب للأسف. هو شوفي أهم شيء أنا بحكي لها إحساسك بقيمة الشيء اللي أنت بتعملي. يعني أنا بجوز هلا أقول لك احمل 10 شوالات رمل، بتقولي والله ما بقدر أنا ظهري بنكسر صعب علي، لكن أقول لك 10 شوالات ذهب بترجع صبية حتى لو معنا دس، بتلاقي الواحد صار يركض ركض. دائما بحكي لها، وعلى فكرة هو الطريق، هذه كلمة كتير جميلة، هو طريق إلى الله سبحانه وتعالى طويل. يعني حفظ القرآن هو مشروع حياة، يعني مش أنا والله بيوم وليلة وخلص وخلص وسكن، لا ما في لسه تعاهدوا. فانت احساسك، يعني انا كنت اشتغل وكان عندي اولاد اطفال، وكنت كثير اقول يا ربي والله الموضوع صعب، انا والان حفظت حالي عشان هيك عملت كل الاخطاء ما شاء الله، وحاولت اني اجنبها لطالباتي. يعني انا اعطيك هلا خبره سنين في هذا المجال، يعني علمتي نفسك ويعني تداركتي الاخطاء وعرفت بحيث لا يعني تعيدها مره. ايوه جميل. وطلعت 1 2 3 كل ما يصير معي ايش اقول ليش هيك صار معي، صرت اكتب في الاخر طلعت اللي هو الطريقه اللي احنا عم نراجع فيها القران او بنحفظ فيها القران الكريم. فدائما بحكي ما بيثبتك، كثير كنت احاول انسحب، موضوع صعب وانا دوامي محاسبه لست ونص، يعني كان صعب. فكان اللي يثبتني على الطريق لا الله ما اختار، الله اختارني هون، الله بده اياني هون، ليش انسحب؟ طب ليه؟ واظل على فكره والله هاي ما غابت عني نهائيا، طول ما انا بحفظ احساس دائما اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. كان دائما احساسي انه انا وانا يعني على فراش الموت انا بدي اقرا القران، انا بدي يعني لما القى الله سبحانه وتعالى انا بدي اقرا القران، انا بدي ارتقي. لانه دائما يعني في مقوله لسيدنا عائشه انه عدد درجات الجنه على حسب عدد ايات القران، ويقال لقال القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. دائما وابدا ما بغيب، لازم يغيب. يعني سالوا مره طالب كيف اخذت الاول، قال ما غابت عني لحظة اللي هي إعلان النتائج، وهي موجودة في سورة الحاقة لما قال هاؤم اقرأوا كتاب إني ظننت أني ألاقي. نعم. أنا متأكد أنا أصلا بشتغل لهذا اليوم. نعم. فهذا هو لما أنا الرؤية واضحة أنا إيش بدي. يعني ليش إحنا بتنافس الدنيا؟ يعني والله الآخر أجدر، يعني سابق وسارع. نحن لا ننظر إلى الهدف دائما للأسف الشديد، عيننا يمكن لسه على الصعوبات، وبالتالي الهدف نراه بعيدا فلا نستطيع أن نصل له. كما تفضلتي لو أنه حطينا الهدف صوب أعيننا سنصل إن شاء الله. أكيد. وحتى لو كان في صعوبات، حتى لو يعني حتى بقول لهم يعني أثبتي لازم، وما بزبط يعني بتكوني أهل القرآن، يعني هم أهل الله، يعني إيش بدك أكثر من هيك؟ يعني صحيح. الله سبحانه وتعالى المجالس تبعت القرآن هي المجالس التي ذكرت بفضلها جميل. خلينا ندخل بتفاصيل المشروع وكيف بده يتم على أرض الواقع. احنا طبعا حنتابع فيديو من خلاله ممكن يكون في توضيح حتى تبدأي بتفصيل الأمور، لكن قبل ذلك اكيد كان في عندك مشاهدات من الواقع من حولك انه في عندنا اعداد كتير طلاب حافظين وطالبات وحفظ ما شاء الله، والسيدات بتلاقيها فلانة حفظت القرآن فلانة حفظت القرآن، لكن ما لقينا هذاك التغيير، ما لقينا انه فعلا صاروا في جيل قرآني عم بيغير وبتغير. يمكن ما بعرف اذا كان هذا هو الشيء اللي خلاك تنطلقي نحو هذا المشروع، وبعد ما تجاوبي حنروح للفيديو ان شاء الله. هو اكيد بصراحه انا اول دوره اخذتها كانت في سوره النساء، فلما اجوا الطالبات انا يعني كنت بما اني اخذت سند الغيبي فسبحان الله عليك مسؤوليه انك تقدمي هذا الشيء للناس، فقلت لهم انا بدي افترض انك حافظه آل عمران وحافظه البقره، احنا هلا داخلين على النساء انت حافظه، قالوا لي ولا متذكرين شيء. وهذا هو مفهوم الحفظ على فكره اللي بيغيب عن كثير، هو ما وعاه عن ظهر قلب. عن ظهر قلب انا كيف بدي اقرا القران؟ يعني انا عشان مثلا اكملي من قوله تعالى لازم ارجع افتح المصحف واراجع وبعدين اقول طب قولي الله اكبر صلي، ما بقدر لانه الطريقه المتبعه كانت خطا. صحيح. وطريقه المراجعه خطا، فبالتالي ما اعطتك المخرجات اللي انت كنت بتحلمي فيها او بتتاملي فيها. وبالفعل وانا نفس الشيء صار معي، ما بحكي لكم انا كمان حفظت نفسهم بس والحمد لله، لكن تعلمت وحاولت اني اخرج من هذا المأزق. تمام. خلينا نتابع اذا رانيا والست فراس ومشاهدين الكرام الفيديو، وبعدها نرجع لحوارنا حول هالمشروع العظيم صراحة واللي حنشوف ثماره قريبا بإذن الله بعد تنفيذه على أرض الواقع. نتابع مع بعض. الله يكلمك، ارفع الحواجز،
ليشرق قلبك وترى القرآن حيا في حياتك، يأخذك خطوة خطوة لترتقي الدرج الصاعد في صبر ومجاهدة إلى معاني القيم. هو الكتاب الأكثر قراءة في العالم، ولكنه مع الأسف من أكثر الكتب الذي يقرأ بلا فهم، لذلك المنفعة والاتصال مع القرآن قلت. إن المسلم يفقد كنزا ثمينا من كنوز الحياة حين يحرم قلبه من نعمة تدبر كتاب الله، ولا يمكن للكلمات مهما كانت بلاغتها ودقتها أن تصف جمال العيش مع كتاب الله عند تلاوته وحفظه وتدبره. فهناك من يقرأ القرآن لينهي الصفحات، وهناك من يقرأ ليعيش هذه المتعة الشعورية والقلبية والروحية. الرجوع إلى القرآن هو طوق النجاة الذي يتطلع إليه العالم في بحر الفتن الذي يعيشها، والتخلق بأخلاقه هي التي تقود سفينة الأمة في هذا البحر نحو شاطئ الأمان، ويتحقق بها أوصاف الخليفة الذي هبط على الأرض ليعمرها بالإيمان. خطاب الله وكلمته الأخيرة للبشرية، وطبيعته كطبيعة الكون ثابت، ثابت لا تبديل ولا تغيير، وهو أصدق وأحق كلمة جاءت للبشر منذ القدم وإلى قيام الساعة. ما شاء الله، فيديو جميل يدخل القلب، وها نحن يعني مقبلين على شهر القرآن، وكل شخص يعني في عنده نية يحفظ، يعني مش غلط حتى لو بلش وبدأ في شهر القرآن. يعني في عندك جزئين، أنت قسمتي المشروع لجزئين، الحافظ الجديد واستمع لما يوحى، والحافظ الذي يريد أن يثبت القرآن الكريم. احكي لنا أول إشي عن الحافظ الجديد، وننطلق بالأخير عن الشخص الذي يريد أن يثبت القرآن، كيف تتعاملي معه وشو هي الأساسيات؟ الحافظ الجديد أنا بحاول مثلا إن إحنا نتعامل مثلا ما حكينا، سواء كانت سورة البقرة أو إلى أجزاء من القرآن، إنه إحنا نكون عارفين مثلا الأربع، بداية كل ربع نهاية كل ربع، وبنحفظ أنا وياها مثلا صفحة ونص أو صفحتين حسب سياق الآيات، وأنا بكون عاملة أثناء الحفظ يعني اللي هي تفسير تقريبا كلمة كلمة، مقطع مقطع، بصورة إنه هي أو هي عم تقرأ هاي الكلمات فاهمة كل كلمة بالضبط إيش قرأتها. طب السؤال، هاي للصفحة ونص يعني قديش بتاخد معكم؟ هل أسبوع يوم؟ لا قديش بتقسموها؟ إنها حصة أسبوعية بتاخد منها ساعتين تقريبا. ما بين بيحفظوا بساعتين صفحة ونص تقريبا أو صفحتين حسب، ما شاء الله، لك حسب الآية. قال أنا بركز على الحفظ الجديد إنه تاخد الآية مع الآية اللي بعديها، مثلا ما تعملي تقطيع للآيات، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، بوقف، ما بوقف عند لا ريب فيه الذين يؤمنون. إذن إحنا طريقتنا بنربط آية مع آية بصورة إنه ما يصير في عندك أي تقطيع وإنت عم تحفظ، زائد تفسيرهم أنا بحاول أفسرهم، وبنحاول نشوف المواضيع. مثلا أول خمس آيات بكير، مثلا أقول البقرة أول خمس آيات تكلمت عن صفات المؤمنين، صفتين مثلا الكافرين، صحيح. 13 آية تكلمت عن المنافقين، هلأ مثلا بدأ يتكلم عن الأمثال مشان يوضح لنا مثلا كيف هاي الصفات، بعدين تكلم لداء عام إن إحنا نكون رمز للأولى، كيف بعدين تكلم عن القرآن. يعني بنحاول نشوف المواضيع، يعني القارئ هو عم تقرأ، مش أنا بدي أقرأ آية، أنا بدي أقرأ موضوع، يعني حتى لو كان حوار مثلا أنا لهون خلص الحوار، يعني هون بندخل على شيء ثاني، فهي فاهمه وهي عم تقرا، هي اذا مقطع الافكار مقطع الايات مع بعض، وحكيتها دائما وقفيهم كمجموعات ورابطه ايه بايه ومفسرتهم وعرفتهم. جميل جميل. وطبعا مع تكرار، طبعا حاضر غيب، انا طبعا انا بحاول انه اللي بتحفظ معي تطلع 70% حافظه معي، ما شاء الله، مش تروح تحفظ في البيت لا. وفي نهايه يعني الصفحه ونص انه احنا بنعمل طريقه البناء، وهل حفظ عن طريق التكرار ولا طبعا التكرار مع الفهم مع الربط مع التخيل. حلو. هلا شو بصفة دور الطالب فقط تروح لي على البيت والصفحة ونص تجيبها بالصلاة. لا تجيب بالصلاة، الصلاة رقم واحد بلا منازع، هي بحكي لهم أنا بتضل الكلمات طائرة في السماء لحد ما أجيبها في الصلاة بتنزل كأنها سبحان الله تأخذ مقرها في الدماغ. حلو. وفي الذاكرة.
يعني هون سؤال، يعني أنا جربت هاي الطريقة لكن سبحان الله الشيطان يدخل. يعني إذا أنت مش فاتحة المصحف جنبك وصلاة الفرض إنه لازم يعني تقرأي مما حفظتي، فبتلاقي إنه بيصير الشك إنه يوقنون ولا يؤمنون، يعني يصبح هناك تردد، فبتلاقي إنه مثلا اللي عم تحفظ تقطع الآية صدق الله العظيم وتكمل قراءتها. يعني كيف لنا فعلا أن لا نقع في الخطأ ونحن يعني نراجع الآيات أثناء الصلاة؟ حكيت لها كيف أنا عملت معها بالحصة، تعملي أنت تأخذي الآية الأولى وكرريها، كرري طبعا خلي يعني يفضل انه كمان اذا كان عندك استاذ المصحف بتاخذي هالايه وبتكرريها لحد ما تحسي حالك لسانك خلص صارت سهله، بعدين بتاخذي الثانيه، بعدين بتجمعي واحد واثنين وهيك. اذا كيف احنا بنينا بالحصه بدك تروحي تبني هيك في البيت. هذا بالنسبه طبعا اللي لسه الحفظ الجديد مش كثير مشكله قدر ما يكون معي يكون عندك المجموعات تكبر. بس اما انت معي اصلا انت لما بتروح للطالبه وحافظه معي اصلا بضل صدى الصوت، انت بتعرفي قديش احنا بنكرر يعني ما بتكرر هذا لحالها. عشان هيك دائما انا بحكي دائما اذا بدك قوه بالحفظ حفظ جماعي رقم واحد، تسميع فردي حفظ جماعي تسميع فردي بحسابي طالب حافظه بالسند المتصل بالرسول. نعم يعني استاذه فراس انت بدك تشغلي كل حواس الطالب اللي عم يحفظ معاكي، اللي هي انه بده يشغل نظره وسمعه ولسانه بالتكرار وحتى بالفهم واستيعاب الايات وربط مواضيع الايات بحيث انها ابدا ما ممكن ينساها. اذا تحافظت هي اخذت كنز لا تحافظ عليه جابته بالصلاه وصلت. جميل. هلا بصف الدور الثاني ابني سورة البقرة أول يعني الجزء الأول 20 صفحة كيف بدي أبنيهم؟ فهذا هنا هلا بيجي يمكن حفظ الجديد دائما مش كتير صعب بقدر طبعا زي ما حكينا كل ما كان حفظ قوي من البداية بضل طبعا يعني لو يتزعزع شوي بضل قوي، لكن شو إحنا مشكلتنا بنحفظ ضعيف بنثبت ضعيف بنهار المبنى على السريع. صحيح. يا الله والله صحيح. صعب والله تكون السورة للأسف كلها ضعيفة. أيوة بالضبط ما بنين. أنا بعتبر أصلا الحفظ يعني هو عبارة عن بناء. نعم. هو بناء بالدرجة الأولى. عشان هيك إن شاء الله تعالى هلا بنعرض إحنا وياكم مهارات الحافظة والأشياء هاي برضو كلها بتساعد حتى الحافظة هي بتعرف هي بأي مستوى وصلت وين هي. نعم. طيب أستاذة فراس ذكرتي موضوع التفسير بس هيك سريعا، أنت حترجعي بالتفسير أكيد للتفاسير والموسوعات، يعني بالتأكيد أنت كنت عند هاي النقطة بتقولي أنه أكيد هذا الموضوع حساس جدا طبعا يكون في مراجعة دقيقة والعودة للتفاسير اللي هي معتمدة صح؟ أكيد لأنها أمانة أنا بعتبر يعني الله مجعلنا يعني لا نضل ولا نزل إحنا يعني هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. أكيد مش حنكون يعني سبحان الله ما في معناته إنه ما في خطأ بس أكيد إن شاء الله تعالى مش مقصود نهائيا حيكون. نعم. طيب نيجي معناته فعلا أنا يعني لفت نظري مهارات الحافظة، وكل شخص يريد أن يقدم على عمل لابد أن يكون لديه مهارات ليتمتع بالعمل، فمهارات الحافظة ما هي؟ بتحبي في انا عامله لانه سلايدات او هو انا اذا بدنا نحكي خلينا نقول اول شيء على المهارات. اول مهاره رقم واحد الحفظ القوي، اذا رقم واحد انا لازم احفظ حفظ قوي، اذا انا قعدت وفهمت واستوعبت وجبت في الصلاه هاي كانت رقم واحد لما احنا بدايه، اذا هي رقم واحد. هلا رقم اثنين ايش بيجي؟ الترتيب. طيب انا صار معي 20 صفحه وصار معي جزء وصار معي سوره وسورتين وخمس اجزاء لازم ارتب هذا الترتيب. اذا اول درجه بالترتيب انه انا بدي اتعامل مع القران على اساس انه اربع وبدي اجيب بالصلاه وابني. حفظت الربع الاول كويس امور، اجى الربع الثاني فصار عندي ربعين شو بعمل؟ هلا المفروض دائما الدماغ ما تعبيه تقولي له روح لواحد بتعب، روح قولي له روح لاثنين بعدين جيبي واحد وكرري واحد واثنين اكثر من مره. هلا شو بيعمل هون الدماغ؟ بلش يرتب المعلومه، هاي صفحه رقم واحد هاي صفحه رتب. وبالصلاه طبعا بالصلاه انا بحاول ارتب المعلومه، اذا انا بعد ما حفظت صح وبعدين بلشت ارتب صاروا ربع ثلاثة خمسة ستة مواقع القرآن يعني مشروع حياة زي ما حكينا. فأنا المهارة الثانية إن أنا بدي أرتب صفحة صفحتين ربع حزب جزء ثلاثة خمسة إلى آخر. هاي المهارة الثانية اللي هي الترتيب. هلأ المهارة الثالثة اللي هي الاسترجاع. طب أنا في كتير طالبات مثلا والله حافظة ليش لما يعطوني موضع ما بجيبه خلص بضيه ما بعرف، لأنك أنت ما اشتغلتي واحد واثنين. هلأ لو اشتغلتي واحد صح واشتغلت اثنين صح هيجي عندك الاسترجاع، لانه انا صار في عندي روابط انا اعطيني باي مكان انا بلقط، لانه خلص الدماغ عندي حفظ ورتب فهو استرجع اي معلومه بسرعه لانه انت اصلا علي. ايوه هي اصلا صارت حاضره بالدماغ وكويسه. اذا هي مهاره الاسترجاع. هلا المهاره الثالثه الرابعه
اللي هي مهارة الاسترسال. حلو. انا بقدر انط 5 نطات بس ما بقدر انط 50، بقدر بقدر اسمح صبحتين بس ربي تقولي لي جزء والله بتعب. ما بقدر انا اجيب لك جزء هيك وانا حافظة من غير ما اتعب واحس دماغي يصدع. هاي مهارة بدك تتدربي عليها، بدي اسمع ربع تنين، بدي ابلش انا اقوي عندي هاي المهارة، لانه انا اذا بدي اضل افرك الفك فيك حفظي رح اضل ضعيف. اذا لازم في الاسترسال، انا قادر اجيب جزء وجزئين وثلاثة وخمسة لقدام شوي لما بتكلم عن القرآن كامل. اذا صار عندي كمان مهارة الاسترسال. في ناس كتير زي ما قلت لك خلص انا حافظة قاف، انا مثلا حافظة الذاريات. لا، انت حافظة، بدك ما تحكيليش صفحتين وثلاثة، لا تنثري في الدماغ، انت جمعي له فكرة. الدماغ فايلات، انا كل ما فيل صح فبتكون المعلومة عندي كاملة بطريقة مرتبة. استرسال بتعرفي استاذة فراس، هذا ما كنا نراه في غزة، في مساجد غزة عندما كانوا يسردون القرآن في جلسة واحدة. صحيح. هذا أكيد حفظوا بهذه الطريقة المرتبة حتى استطاعوا أنهم يسترسلوا ويقرأوا القرآن يعني مرة واحدة وفي جلسة طبعاً واحدة. هذا هو مشروع اللي هو زي ما حكينا هو هلأ أنا هيك الحمد لله عم نعمله، اللي هي من ناحية عملية مش بس فقط ناحية نظرية. جميل. كمان ناحية العملية. هلأ المهارة الأخيرة اللي هي أنا بعتبرها هي اللي بتفقدها الحافظة، اللي هي السيطرة. كيف أنا بدي أقدر أسيطر على كل المحفوظ بنفس الإتقان وبنفس الدرجة من غير، تعرف إحنا شو بصير في الحافظة؟ زي اللي حاملة 5 كرات بتركز هذول الكرتين بتطير الكرة الرائعة بتركز. صحيح. أو هاي لا، إحنا لا، بدنا إن شاء الله نحافظ على كل المحفوظ 10-15-20 الجزء والمصحف كامل بنفس الإتقان بنفس الدرجة بنفس القوة. هو هذا احنا ان شاء الله تعالى هو المشروع اللي انا عملته، اللي هو كيف انا بدي اخلي الحافظه تحافظ على كل المستوى خط واحد ما فيش فيه انعوجاج وتكون حافظه ومسيطره حتى نلقى الله زي ما حكينا لكم. صار ان يكون هذا الكلام صراحه مشروع جميل. صحيح. وانا بتوقع له ان شاء الله النجاح يعني ان شاء الله يا رب. طيب احنا بما انه الان عم بتابعنا عدد كبير من الناس والناس اكيد شد هالموضوع وحابه اكيد انه تحفظ بهاي الطريقه، واللي بيقدر يساهم في انجاح هذا المشروع شو ممكن يقدم للست فراس حتى انها تمضي وتنفذ مشروعها على ارض الواقع؟ هو والله احنا حاليا اللي بنعمله بنعمل في مراكز القران الكريم، وعم نعمل زي ما حكينا باعداد محدوده. برضو في الامور اللي هي التقنيه. برضو احنا اي عمل اذا بده ينجح صحيح يعني بده ينجح بنظام الفريق. يعني انا لشو ما يكون عندي افكار ما حتنجح، لانه احنا مثلا بحاجه لمعلمات مثلا تسميع فردي، بحاجه مثلا لامور فيها تقنيه احنا نوصل. انا بصراحه حاسه انه لازم احابه انه اكبر عدد ممكن يوصلوا هذا. خلينا نحكي مش هو التفسير، انه يفهم القران صح، انه يتعامل معاه بطريقه صحيحه، حتى الحافظات يعني يكون عندهم سهل انه يوصل بصراحه لكل الناس. وهاي الامور بدها دعم تقني دعم فني. يعني انا محاسبه ومعلمه لكن ما بعرف كثير بموضوع الاعلام وهاي الامور التقنيه. يعني مثلا كيف تتمنى يكون شكل هذا المشروع؟ عملت مره نزلنا ربع مثلا للقران انه بهاي الطريقه انه يكون محفوظ، بس بصراحه لحاله ما قدرت اكمل، لانه عن جد بدك فريق عمل. انا ما بقدر يعني احضر الماده وكمان اروح اعملها مونتاج وكمان اجيب مثلا طالبات يعملوا مثلا حفظ ويعملوا، وبرضه انا حسيت انه صعب. خلينا نشوف معك فريق. نعم. يعني اذا بدك اي شيء ينجح، وانا صراحة الناس اللي بؤمن كتير بعمل الفريق، لأنه طبعا. إذا بدك إشي إله صدى يعني بالعكس، يعني إنه نعم. بدك فريق كامل تنوع بالأفكار تنوع بالمهام طبعا. طب خلينا نشوف أستاذة فراس هذا الربع اللي أنت اشتغلتي وعلى يعني شكله حيكون باقي العمل. أنت اشتغلتي على شكل فيديو خلينا نقول، أو بدنا نعرضه من خلال هالفيديو اللي هو سورة البقرة الربع الأول. نعم. عملته وعملنا لها اللي هي كان عبارة عن تفسير زي ما حكينا ربط للمعاني وخلاصة لكل ربع، وبعدين عملنا اللي هو الطالبات جبنا طبعا عشان نطلع من الحرج صوت المرأة ومش صوت المرأة، فعملناها عن طريق شيخ والجماعة كانت ستات. خلينا نتابع. بعد ما ذكرنا المقدمة عن سورة البقرة، هلأ إن شاء الله تعالى حنبدأ بحفظ الربع الأول من سورة البقرة. بس قبل ما نبدأ بالحفظ لازم نبين شوية أشياء، إيش هي طريقتنا وآليتنا في الحفظ والتعامل مع القرآن الكريم، إيش كمان بيميز هاي الدورة عن غيرها من الدورات. إذن هلأ إحنا حنعرف طريقتنا إحنا بالحفظ. رقم 1، إحنا طريقتنا بنربط الآية الأولى مع بداية الآية التي تليها لسد الثغرات والتعامل مع الآيات كنسيج واحد. يعني أكثر المشاكل اللي بتواجهها الحافظات
بتحكي لك أعطيني رأس الآية وأنا بكمل لك على طول الآية اللي بعديها، ما عندي مشكلة، لكن عشان أنا أستحضر بداية الآية الأولى بجد فيها صعوبة. فهاي هي المشكلة إن شاء الله تعالى، لما أنت بتربطي آية مع بداية الآية التي تليها، طبعا حسب المعنى، وإن شاء الله تعالى نتجاوز إنه إذا في معنى قبيح طبعا، بس نقف ساعتها بالسكون على بداية الآية الأولى ونبدأ بالآية الثانية مباشرة بس مع السكون نبدأ فيها. لكن الهدف تعامل مع الآيات كنسيج واحد، ما تدخل تحطي ثغرات بالدماغ صورة إنك تعطي مجال. أنا دائما بحكي إنه دولة بحكمها قانون، دولة بعيش الناس فيها نوعا ما سعداء، فكيف دولة بحكمها قانون وقيم؟ إيش حيكون الحال؟ يا رب نسأل الله سبحانه وتعالى إنه نعيش، يعني إنه يكون الإنسان يأخذ هذا المبتغى. هلأ ختم هل بين الله سبحانه وتعالى كيف إنهم الله أعطانا هذه الحواس وهي لتكون دليلنا إلى الله سبحانه وتعالى. الأدوات اللي الإنسان فيها بيهتدي إلى الله سبحانه وتعالى هي الحواس، إنه يرى آيات الله سبحانه وتعالى، يسمع كلامه، يعني يفكر بها. يعني ما شاء الله جميل وشرح وافي، وأعتقد إنه هذه مثل هذه الفيديوهات التوضيحية تفيد الحافظات، خصوصا الحافظات الجدد. المعلمات كتير يعني هي مادة عن جد، يعني أو حتى كمعلمة، يعني احنا اكثر شويه الطرق المتبعه عندنا الطريقه الكلاسيكيه، يعني انك تلاقي معلمه دائما، يعني حتى انا بشوف التفسير منفصل عن الحفظ، يعني هذا له معلمه وهذا له معلمه، وحتى المتشابهات والتكرارات بتلاقي لها معلم. هلا انا حاولت اجمع هاي، يعني اكون مجموعه كامله وتكون مرتبه، وحتى انا الحمد لله رب العالمين، يعني اذا عرضنا اللي هي معجزه التغيير المستويات السبعه اللي هي فمي بشوق، حاولت حتى امشي مع الحافظه بطريقه مرتبه. انا ما بدي، يعني ما بدي اعطي المتشابهات او التكرارات بطريقه انه معلومه، انا ما بدي، انا بدي اياها. هي كانت بالبدايه بصراحه لما جيت انا بدي احفظ، طب كيف انا بدي اخلي الطالبه تقرا باكثر من طريقه؟ لو بدي اخليها تكرر من غير ما تحس انها بتكرر، كيف احنا ساعات لما نلعب رياضه ممكن واحد يخليك تمشي ساعه لكن ما بتحسيت انك ساعه، مره خلاك فوق مره خلاك تحت، هاي زي فكره الالعاب كيف كانوا يلعبونا بالمدارس. فكان بصراحه هاي الفكره انا بالبدايه، هيك انا بدي اخليها تقرا باكثر من طريقه من غير ما تحس انها عم بتكرر. يعني مثلا يا الذين امنوا، خلينا نقول مثلا بالقران بالبقره مثلا اجت 11 مره، انا ما بدي تحكي لي اياهم شو يا الذين امنوا، لا انا اقراي لي اياهم، اعطيني الموضع الاول، انت الثاني، انت الثالث، انت الرابع. احنا بجوز نكرر الايه عن طريق التكرار والمتشابهات او التكرارات والمواضيع، بجوز نكررها بالحصه 5 مرات 6 مرات من غير ما تحس الطالب انه انا عم بكرر، لانه احنا كل مره بناخذها من ناحيه التكرار، مره من ناحيه المتشابهات، مره من ناحيه بدايه ربع نهايه ربع، مره بدايه صفحه نهايه صفحه. فانت لما بتنوعي فانت بتبطل الطالب عم تحفظ زي ما حكينا لك بلوكات مسكره. في مرونه هذا بتعمل، ايوه احنا عم ننثر القران، عم بتحس حالها يا الله انا فكفكت كله، يعني انا الدماغ عندي من هون عم بجيبها من هون عم بجيبها من هون، فهو عم يتخيل، انت عم تعطيها باكثر من طريقه، فبالتالي هي ما حيكون عندها صعوبه انها تجيبها او تتخيلها. جميل، اذا التنويع من خلال التكرار حتى انه يرسخ هو جميل جدا، افكار جميله ورائعه، واكيد الناس اللي بتجتهد في هذا الميدان عن تجربه وعن خبره، وانها فعلا حابه تقدم مشروع للحفظ والفهم متكامل حتى يقدم لنا نماذج جديده من الحفاظ ممن يتحقق فيهم يعني القران الكريم ويتمثل في سلوكهم وفي شخوصهم فهما ووعيا وكل ذلك. اكيد بنتمنى لك التوفيق استاذه فراس البرغوثي وبهالشرح الجميل وبهالمشروع الرائع، وحنتابع معك ان شاء الله في قادم الايام، حنشوف كيف سيترجم هذا المشروع على أرض الواقع والثمار اللي حتكون إن شاء الله تنتج عنه. شكرا جزيلا لك، دام بيتك عامر إن شاء الله بميزان حسناتك إن شاء الله أنا وياكم يا رب. نعم، إذا إحنا رانيا هيك بكون وصلنا لنهاية مشوارنا الحلقة ومشوار الأسبوع، ختمناه إن شاء الله بحسن الختام مع القرآن الكريم مع الست فراس. يعني مشاهدينا الكرام أكيد هون بيكون انتهى مشوارنا، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا زي ما احنا استمتعنا أكيد بصحبتكم وبوجودكم معنا. نلقاكم على خير إن شاء الله في بداية الأسبوع المقبل، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة مليانة دفء أكيد وشموسة حلوة، اطلعوا غيروا جو وانبسطوا، ونترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله.